الفرنسيين اللي كانوا خصصوا الفريق ديال ستاد هما الاس اف هما الفرنسيين اللي كانوا مع القضيه الوطنيه. فريق ستاد كان من ضمن كانت نشا في اطار المقاومه. فهذا المكسب ديال المكسب المديري ديالنا ديال ستاد المغربي محظوظ انه كيوصل للذكرى المئويه. غادي نحتفلوا بهذه الذكرى المئويه باش نربطوا الماضي بالحاضر. ففريق ستاد اللي حقيقه ناضوا مده ديال 100 سنه ما لازال يزاول، فهذا شيء جميل. كنشكروا الرواد اللي كانوا سبقونا واللي خلونا اننا نكونوا الان في هذه الاحتفاليه. هذه الاحتفاليه من خلالها كنبغيو نسلطوا الضوء على التاريخ ديال الصطاد، ماشي في كرة القدم، في كرة السلة، في كرة اليد، في الألعاب البحرية، في الشطرنج، في الكرة الطاولة، في التنس، في واحد المجموعة ديال الرياضات اللي برزوا فيها أبطال من فريق الصطاد المغربي اللي أتتوا جميع المنتخبات في جميع الجامعات الملكية لهذه الرياضات، واللي أبلوا البلاء الحسن حقيقة. إلا بغيتي نذكروا الأسماء ما غاديش نسالي. وإلا مشينا للألعاب القوى وذكرنا حسنية الدرامي، ولا ذكرنا الاخوان في فاتيح، ولا ذكرنا حسنا بن حسو، الا ذكرنا واحد المجموعه ديال 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 العتائين. والا جينا التنس هنايا كنذكروا الشادلي بعدا اللي دات 15 البطوله المغربيه، واللي عايش ثلاثه الملوك ولعب معاهم التنس، اللي لعب مع السي محمد الخامس طيب الله وتراه، لعب مع الحسن الثاني الله يرحمه، ولعب مع محمد السادس الله ينصره. العروسي كذلك اللي برز كبطل المغرب، وكان اخر العنقود هو يونس العيناوي. عرفته كان ابن ديال الصطاد المغربي، احترف برا، انه تكلاسا لي تي بي هو الاول لمده ديال 3 شهور بعد الفوز ديالو في الدوري ديال قطر. هادو كلهم ابطال في كره اليد كانوا لاعبين كبار. كان فريق ديال الصطاد في الستينات انه يواجه فرق اوروبيه ولعب حتى البطوله الاوروبيه في كره القدم. ما غاديش نقول لك لان دازوا لاعبين. الا ذكرنا الثلاثي المرعب ديال 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 الصطاد المغربي عبد القادر الرئيس ورمضان وعزوز، كذلك الحارس الاسطوره الحسن بن المكي، الاخوان بن كروم، حسن الشافعي اللي ولا حكم، احمد الشهود بالفعل، طلال الاب ديال اللاعب الدولي عبد الله مالاكا، والاخوان الانطاكي عبد الله مالاكا الان اللي هو المدير التقني ديال فريق مالاكا، واللي كيحتل الصف الثاني في البطوله القسم الوطني الثاني في اسبانيا. واحد المجموعه كان اخر الراقي عصام الراقي، كان واحد مجموعه ديال اللاعبين اللي دازوا. كان اول لاعب اللي احترف في امريكا اللاتينيه هو كان من نادي الصطاد المغربي اللي هو عبد القادر، هو اللي الورقه عبد الرزاق الورقه. ما نخفيكم السر لان ربما اول خطره غادي يعرفوه الصحفيين وخاصه الصحفيين لي جون او الشباب، هو انه الحاج محمد بن جلون اللي قبل ما ياسس الوداد انه لعب فريق الصطاد المغربي، كان تيقرا في ثانويه مولاي يوسف ولعب فريق الصطاد المغربي، وكاينين الصور اللي كتارخ للحدث. وهنايا فاش تصايب القانون التنظيمي والقانون الاساسي ديال الوداد البيضاوي باش تاسست. اذا فريق الصطاد المغربي يجر من ورائه تاريخ كبير رياضي في جميع الاصناف الرياضيه، جزء من تاريخ المدينه. الا كنا مدينه الرباط تعتز بشله وبالودايه وبمآثر التاريخيه، فاستاد جزء تاريخ رياضي ديال مدينه الرباط، لازم انه يلتفوا عليه الرجالات ديال مدينه الرباط.